حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيتي، فقرات مختلفة ومتنوعة، لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو مصطفى الفرة، وكمان أرحب بزميلتي رندا، ويا أهلا وسهلا فيك. هلا وسهلا وحياكم الله، وهلا وسهلا بمصطفى. أكيد يعني اليوم مصطفى باقي معنا، وأكيد نرحب فيك ونرحب بالمشاهدين. مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ كويسة في أحسن حال. جاهزين رمضان؟ جاهزين لرمضان، ولهذا السبب نبغى نسأل أسئلة كثير، خصوصا للناس اللي هم دائما يمارسوا التمارين الرياضية، لكن يختلف الوضع في رمضان شوي. يعني أحيانا في ناس ما تحب تتمرن وهي صايمة، وفي ناس تقول لك أنا أحرق أكثر إذا كنت بتمرن وأنا على معدة فاضية زي ما يقولوا. في تفاصيل كثير، لكن خلينا أسألك في البداية، فعليا متى الواحد لازم يتمرن في رمضان؟ هو الواحد لازم يتمرن في رمضان، حلو، خلينا بس نبدأ هنا. الواحد لازم يتمرن في رمضان أو غير رمضان. النقطة الثانية أنه رمضان شهر من أصل 11 شهر. طيب. يعني احنا مره مهتمين في التفاصيل والتمرين والاكل حق شهر رمضان، وسايبين السنه كلها اللي هي 95% من الوقت حقك، تمام؟ يعني 95% من السنه سايبها وماسك في شهر رمضان، ويسال في التفاصيل، طب احرق دهون، طب قديش دهون اذا تمرن صايم، طب المده، الشده، طب معها حق يا مصطفى. حلو، حنجاوب على الديتيلز، بس اللي بفهمك فيه صوره اكبر. أيه. اللي هي 11 شهر الثانيه انت لازم تغير اسلوب حياتك بحيث انك تكون كويس صحيا، ويكون في ساعه تمرين في اليوم طول السنه، مو بس في رمضان، مو عشان جاء صيام ولا صار فيه الجيمات ولا سبوسه لازم نتمرن. عشان العيد، انت جيت على الوتر الحساس. اي عشان في العيد. ايش الحين؟ خلينا بس انه نبدا من نقطه انه لازم الكل يتمرن ساعه، هذه صحيا عشان عضله القلب، وعشان نزل الكوليسترول، نزل سكر الدم، نزل الضغط، هذا للكل، صحه مو بس شكل، صحه ونفسيه وصحه حتى ذهنيه، تمام؟ جميل. الحين هل فعلا اذا تمرنت صايم بتحرق دهون؟ ايوه. شوفي، اول شيء مرضى الضغط ومرضى السكر لا يتمرنوا صايمين ابدا، لانه السكر الدم يكون نازل. صحيح. فممكن يجيه يعني نوبه نقص سكر، فما نبغى كذا. اي واحد عنده اي مشكله طبيه تمنعه من انه يتمرن صايم لا يسويها اصلا. وبالاساس اصلا ما نحتاج ان نتمرن صايمين، تقدر تفطر بعد الفطور بساعتين تتمرن، لكن انت شخص عندك في وقت فارغ قبل المغرب ب 20 30 دقيقه، ما يمنع انك تدخل 20 30 دقيقه كارديو او تمرين هوائي زي المشي، مشي السريع، وبس يكون قبل الاذان ب 20 دقيقه، عشان اول ما تخلص على طول تفطر وتشرب المويه وتعوض جسمك بالسوائل. جميل. وبالاكل. صحيح علميا بتحرق دهون اكثر من الشخص اللي قاعد يتمرن وهو فاطر. لانه انت لما بتاكل اكل، خلينا نقول كربوهيدرات واي مصدر يعني طاقه، جسمك حيستخدم المصدر هذا كمصدر للطاقه في التمرين. لكن اذا تمرنت صايم سكر الدم نازل، مخازن الكربوهيدرات ومخازن الجلايكوجين عندك نازله، تمام؟ ما في اي مصدر طاقه غير الدهون اللي في جسمك، فحيستخدمها في ال 20 30 دقيقه اللي هي قبل التمرين. يعني حيستخدم الطاقه المخزنه اللي هي دهون، الدهون هي عباره عن طاقه مخزنه. أي. في الجسم. أوكي. تمام؟ عشان كذا الواحد الجسم اصلا يخزن دهون لانه خايف من تجويع او من تصحر، فيجمع فات على شكل كرشه. ايوه. أي. شكل كرشه، على شكل افخاذ، وات ايفر. فيستخدمها كمصدر طاقة في ال 20 أو 30 دقيقة هذه، أكثر من الشخص اللي يتمرن وهو فاطر، لكن على مدار ال 24 ساعة، على مدار ال 11 شهر الثانية اللي تكلمنا عنهم، مين يحرق أكثر؟ هل هو اللي قاعد يستمر على تمرين بعد وجبة بساعتين طول السنة، ولا شخص قاعد يستغل شهر رمضان 20 دقيقة قبل الفطار وبعدين 11 شهر الثانية ما سوى شيء؟ أي. فهذول شريحه من اكيد يعني واضحه. لا واضحه والله، جالسه اركز معاك. انا جالسه بقول مين اللي حيحرق اكثر؟ اللي حيحرق اكثر اكيد اللي قاعد يتمرن 11 شهر. طيب. من السنه، مو بس اللي قاعد يسوي ال 20 دقيقه في شهر رمضان ويسحب باقي السنه. طيب. خلينا نقول انت شخص محافظ وتتمرن 11 شهر وتبي تستغل برضه رمضان في حرق الدهون، وما عندك اي مانع طبي يمنعك من انك تتمرن صايم. حلو. برضه خذ لي 20 30 دقيقه تمرين هوائي، كارديو، سير، سيكل، سباحه، وات ايفر، قبل الافطار مباشر ب 20 دقيقه، خلصوا، تستفيد كذا من حرق الدهون وانت صايم، تاخذ وجبتك، وبعد الوجبه بساعتين ثلاثه على 9 10 الليل تقدر تتمرن تمرينك الاساسي اللي هو فيه تمرين المقاومه وتمرين الاسترتشنج والكارديو عالي الشده. تمام؟ علميا تقدر تحرق دهون اذا انت تمرنت صايم. لكن اذا ما في عجز في السعرات. أيوه. على مدار اليوم ما سويت شيء انت. ما سويت شيء، تحرق دهون الحين وبعدين تاكل اكثر من احتياجك طول اليوم، ما سويت شيء. ما هذا هو. فالاساس يعني ل 90% من البروسيس حق حرق الدهون هو بانك تخلق عجز في مدخول السعرات، يعني احتياجك تاكل اقل منه 400 سعره. يا ربي يا مصطفى، دائما تعقدها، دائما تعقدها، وهي مره سهله. طيب، ها مره سهله. اوكي. احنا ناس نحب المقالي يا اخي. ايوه. سمبوسه. ايوه.
شربة طبعا الشربات الدسمة. طيب الجيمات أشياء مرة شهية لذيذة والله، يعني اشتهيت الجيمات من جد. أقول لك قبل شوي شوف خليني أقول لك يا مصطفى، يعني خليني أنا أعرف أنه أنت راح تجيك يعني ما أعرف أحباط مني، بس أنه فعليا إحنا ناكل أشياء مرة كويسة مرة لذيذة، يعني لا تقولي انه هذه تضرك وتسوي لك فات وما تستفيدين بالنهايه لما انا مثلا اتدرب 30 دقيقه قبل الفطور. لا تستفيدي اي، بس قلت لك اذا في مانع طبي لا تسويها. طيب ايش وين تروح دي؟ ايش هي؟ يعني يجي العيد يكون والسمبوسك. يجي العيد يكون في جسم مثالي مع الجيمات والسمبوسه. اوكي يعني شلون مع الجيمات والسمبوسه تبي جسم مثالي ما تجي؟ طب انا جالسه احرقهم، طيب انا جالسه اكل بالليل واحرق الصباح. مو مشكله. انا ليش تكلمت عن مدخول السعرات؟ ايه؟ لما تاكلي اقل من احتياجك ب 400 سعره او 600 سعره جسمك راح يحرق دهون حتى لو كلتي السمبوسه والقيمات. يعني اذا انت متعوده كل سنه تاكلي مثلا 6 حبات القيمات 6 حبات سمبوسه على كل لا فطور. والله اكثر كمثال. اكثر كمثال. اوكي خليها ثلاثه ثلاثه بس، ابدا نقصي يعني كلي نفس اكلك حلوين. بس نقص الكميه حلوين. زيدي شده مده الكارديو اللي بعد الفطور بساعتين، يعني اذا انت متعوده على 20 30 دقيقه بعد الفطور بساعتين تمرين خليها 50 60 دقيقه، كذا نخلق عجز في السعرات المدخوله في الجسم. كذا حرقك يكون اكثر من اللي اكلتيه، كذا راح يحرق دهون. جسمك ما حيحرق دهون اذا اكلك اكثر من الحرق، مستحيل. أي. علميا ما تجي. اوكي اوكي دان؟ يعني هذا من ناحيه حرق. والله احبطني انا اقتنع. شوف يعني ابغى انا حبيت انه كلي ثلاثة بدل ستة إيه؟ او كلي ستة بدل 12 حلوين. لا لا دقيقة رعى جابة العيد انت تاكلي 12؟ لا احنا نتكلم عن اللي ياكلون ثلاثة وستة الحين ما وصلنا 12 الله يصلحك. 12 وين؟ احنا ما نشيل صحن السمبوسة. انا فاهمة رعى ايش تقصد، احنا ما نشيل صحن السمبوسة يظل موجود يظل لنا السحور. ها احنا جالسين بس نغذي نفسنا. لا يعني شوف بعيدا عن المزح صدق، اذا سعراتك اللي تاكليها وانا اتكلم معك من جد، سعراتك اذا كانت اكثر من احتياجك راح يزيد دهون. ما في اي شيء تدخليه فمك وزاد عن احتياجك راح يصير يتخزن على شكل دهون، على شكل بطن، على افخاذ، على صح. اي شيء ما يضايقك في جسمك راح يتخزن. ما نبغى فعليا. ما تبغوه؟ نقص السعرات. حاضر حنقص السعرات، بس يعني دائما في بدائل اللي يعني شوف كذا في رمضان لذيذه. ايش هي البدائل الصحيه؟ البدائل سمبوسك. شوف مثلا انتم متعودين على سمبوسه بيضة حشوتها مثلا جبنه سائله، خلينا نخليها نخليها سمبوسه بر. طيب أوكي. ايوه العجينه بر. حلو. انت كذا كذا رايحه مقضيه يعني صح، خليها سمبوسه بر. أيه. وحشوتها جبنه قريش، جبنه فيتا، يعني جبنه طبيعيه. أوكي. يعني أوكي. حقيقيه. حلو. مش بروسست، مش أيوه. مصنعه. أيوه. اوكي أيوه. الجبن السائل مصنع يعني كله زيت وسكر وملح، ما هو جبن حقيقي يعني. اوكي فهمتك. لحم مفروم مع خضار، بدل ما نقليها نخليها بالفرن، اصلا ألذ وكريسبي وتقرمش وزينها. خليها بالقلايه الهوائيه. الهوائيه ممتازه. يعني في بدائل الواحد لو يحاول حيلقى بدائل دائما. طيب ونرجع للكميه، الكميه برضو تلعب دور. ما تصلح صح. المحتوى والكميه اكثر من احتياجك صح. تاكل اكثر من احتياجك راح يزيد الفات، يعني سمبل. هذا ابسط شيء، بعيدا عن انه هل نحرق دهون قبل الافطار ما نحرق دهون. تحرق دهون اذا نقصت احتياجك. انا زعلانه يا اذا نقصت احتياجك 400 سعره. انا زعلانه. زعلانه؟ اي والله. ليش؟ يعني لا تقنعني انه انا يكون قبالي ومواجهني صحن السمبوسه وانا يعني ما اناظره ولا اكل اكل ثلاث حبات، ما احنا معنا طول اليوم. اي ما في الحين انتم فطوركم كله سمبوسه؟ لا القيمات لا، احنا نتكلم عن الطيبات والمشهيات. أيوة. اكيد في صحن شوربه، اكيد في سلطات، اكيد في اشياء زي كذا. الفول كويس. فول كويس. ما ناكل فول، احنا الشوربه وسمبوسه هذا الشيء الاساسي. والله ممتاز، ما حد قال لا تاكلي. شوف والله من جد يعني نبغى نعرف من جد انه كيف نقلل من غير لا تذكر سعرات، لانه مو الكل يفهم بالسعرات. ما نذكر سعرات. لا انا مصطفى، لانه مو الكل يعرف بالسعرات. طيب ما نحسب سعرات. تكلم لي. ايوه تكلم لي الاشياء اللي العامة. ممكن ايوه اللي ما يبي يحسب ولا يعرف يحسب لو سمحت. تمام، قدامك انت اكل، انت متعود كل سنه تاكل مثلا خلينا نقول 5 ملاعق رز وخمس حبات سمبوسه كمثال، وثلاث حبات القيمات وكاستين قهوه كمثال. تمام، بدل 5 كاسات قهوه. تفضل. بدل 5 حبات الجيمات خليها حبتين، بدل 5 سمبوسات خليها حبتين، بدل ما هي بيضه خليها بر. تفرق مره، تفرق صح. نهايه الشهر تفرق. انت تتكلمي يعني بنرجع شوي للسعرات الحين. نقصتي انت نص ولا ربع الكميه، هذه 400 500 سعره راحت. جميل. راحت، مو لازم تاكل لين الاكل يوصل لحلقك.
اشبع، لا تتخم نفسك ولا تجوع نفسك، في شيء في النص، والكلام ذا طول صحيح السنة مو صحيح بس في رمضان صحيح. تمام. والصيام قلنا 20 دقيقة قبل التمرين فرصة للكل انه يعني يستغلها في حرق الدهون، لكن ما يستغني عن تمرينه الاساسي. 20 دقيقة ما هي كافية. تمام. نعيد، اللي عنده ضغط او سكر بليز ليس لا يتمرن صايم بليز. اوكي صحيح. الحين في شريحة صغيرة بخاطبها بس بعد اذنك أكيد. اللي يقول عادي يتمرن حديد في شهر رمضان أيه. وانا صايم، انا ما عندي وقت يا كابتن بعد الاذان، انا اداوم لين 2 3 الفجر خلاص. تمام. في ناس كذا صحيح، نقول له عادي اذا ما عندك سكر او ما عندك ضغط وتقدر تغطي احتياجك بعد الفطور. اوكي، يعني اذا انت ضامن فطور بعدين الساعه 11 وجبه وبعدين الساعه 2 سحور فيها بروتين وفيها خضار وفيها كربوهيدرات صحيه، كذا انت غطيت احتياجك واكلت عادي تتمرن صايم. بس خلي الشده شويه، يعني 60 70% اقل من اللي انت متعود عليه عشان ما يجيك دوخه او غثيان او اجهاد، لانه ما في سوائل. تمام. وكل الدراسات اللي تمت على السبجكتس اللي تمرنوا وهم صايمين بعضها كانت اللي هو الصيام وهم بيشربوا مويه، يعني صيام على الاكل بدون المويه. نعم. فما نقدر نطبقه على الصيام الدراي فاستنج اللي هو الجاف اللي بدون مويه. ولا تنسي كمان نومنا ينقلب. صحيح. تمام. النوم يلعب دور في الاستشفاء. فكيب ذات ان مايند، يعني نحاول نخلي الشده شوي 60 70% بس شهر رمضان. وبعدين عندكم 11 شهر تتمرن فيها. 11 شهر ثاني غير رمضان. يا شكرا لك يا مصطفى، انا يعني احقس وزني بعد هذا ليله رمضان واشوف نهايته كم راح يكون. ان شاء الله ان شاء الله على خير. شكرا على نصائحك. يا اهلا وسهلا. مشاهدينا حنطلع فاصل نرجع نكمل باقي الفقرات.